شو ست راسي لهلا ما اجا؟ لا والله لسه لهلا ما اجا. لا ما غريبة لسه ست راسي ما هي غريبة كثير. اي نعم غريبة، مو مشان الصرماية؟ نعم ست راسي مشان الصرماية. ايه خلص انت لا تعذب حالك، بس يجي ابو خيره ببعت لك الصرماية مع خيره لعندك على البيت. لا ست راسي لا، شو الحكي؟ اسمعوا لا سمع، لا لا انا شو عندي شغل، بيجي مرة تانية ست راسي بيجي. اه مثل ما بدك. وين بده يروح؟ نجيب؟ نعم. شو في؟ وحد الله شو بنا شو كنت نايم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينك أنت شي تراسي؟ وينك أنت؟ والله من الصبح مستناكو. ليش ما صرت لك ليلات محروقة؟ شو صاير عليك؟ بدي البسها شي تراسي شوفت عينك ها شو؟ أصابيعي مبينين. امسك امسك خذ السرماية. ولي شو ها؟ جديدة هاي؟ لكن هاي اسطنبولية شغل تقوى ملوكية يا ابن نجيب ملوكية. يا سلام والله كتر خيرك يا سيد هاشم والله كتر خيرك. يلا البسها وزدت لي هذا اللي بيجرك. يلا شو هاد سيد هاشم؟ زدته لهذا اللي بيجرك البسها. البسها؟ لا سيدي حوينت هاي تلبس للعياد هاي من عيد العيد سيد راسي هاي لك شو بده. يلا السلام عليكم. وعليكم كتر خيرك سيد هاشم. جلد واصلي لهون، شو الحكي؟ على الميتة بتخدم لها شي 10 سنين هي. يا شو حلو هالمشاية يا بي. يلا صيبيها بالعين، صيبيها بالعين العمى بعيونك العمى، شو مالك شايفة صرامي بحياتك؟ بلا يا بي شايفة صرامي بس ولا برا شفتك جايب صرماية جديدة مثل هي. الله يجيرنا من عينك. يا بي؟ شو؟ قديش صار لك بشتري مشايتك العتيقة؟ ما صار لك أبي، ما صار لك زمان، هي اشتريتها من المختار. سنت اللي اجا ملك المانيا على الشام، شو كان عمرك وقتها؟ شي شهرين ثلاثة بس. ليش المختار ببيع مشايات؟ اه؟ لك ابي انت شو بدك بهالشغلة؟ يا ابي؟ اوهو حسبي الله ونعم الوكيل، ولك ابي خلاص العمى. الله يخليك يا ابي، جيب لي مشاية جديدة، والله مشايتي احترت، عم البس مشاية نجيبة اللي صغرت على رجلها، وما عم اعرف امشي فيها قد ما لكبيرة رجلي. مشي حالك لك ابي فيها، لا مشي حالك نول العيد بوصيلك ابو محمد السكافي على شي مشاي الله نيت مشي حالك فيها. بعدين ليش بدك تكبي مشاية نجيبة؟ اه مو حق مصاري لك ابي، لك ابي مو حق مصاري. بس يا ابي نحن ما دفعنا حقها، هي فهمية بنت ابو شاهر عطتها لنجيبة اول عم نول. خلصي ليه؟ خلصي بركة تلعي. قال بنت ابو شاهر قال شو عولي على السمعة؟ ها يخرب بيتكم ما بتشبعوا طلبات. حسرتي عليكم يا أمي، شو بده يصير فيكم بعد ما موت؟ الله لا يوفقك، حارمهم من كل شيء. بحياتك ما فرحت قلبهم بغلط، كله شحادة بشحادة. حتى لقمة الأكل ما لنا شبعانينا. جمع جمع بهالمصاري وبهالذهب مشان بكرة يحطوا لك إياهم بشيوب الكفن. أبو نجيب شبكي؟ خلي هالبنات يطالعوا لهم شوية أورما يساوون على بندورتين، والله ما عم يقدروا يوقفوا على رجليهم من قلة الأكل. يا حسرتي عليهم. ولك يا حرمي يا حرمي خافي ربك، ولك خلي الأورمات للشتوية. اك ايه مالنا عم ندوقهم لا بالصيفية ولا بالشتوية، وكل ما حدا ذبح ذبيحة أو ضحى ضحية بيبعت لنا شوية لحمة، وأنت بتحطهم بهالجرة وبتسكر عليهم وبيخربوا وبيدودوا واخر الشي بتكبون. شوي صغيره ها شوي صغيره لا يكتروا. يا
والله صوينك تهترى. أحسن شيء بعطيه لأبو محمد سكافي، هي على الميتة بيطلع حقها شي نصف جيدي. خليته قال على شي سرماية مقلنة وبيعوا إياها. والله ما بسخق البسها والله. السلام عليكم. أهلين أبو نجيب. أحلى أبو ياسين والله. يا ساتر يا رب. السلام عليكم. مرحبا فخرية. شو سيد راسي وين صاحبك؟ كمان مسكر؟ كمان حاطط العصاية ولي علينا؟ مو هون، شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ مشان الصرماية سيد راسي. مشان الصرماية المقلنة؟ إيه نعم سيد راسي، مشان الصرماية المقلنة. وينه؟ إيه ما بعرف وينه، ما بعرف إمتى بدي يرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو على هاي بعدين يعني؟ مرحبا عمي أبو فخري. أهلين ليبو. بيسلم عليك المختار، بيقول لك إنه بعد العشاء رح يروح هو وأهل الحارة لعند أبو عبدو ليبارك له بمشيخة الكار، والتجمع بعد صلاة العشاء عند المختار المضافي بقى مشان تجي على المباركة. إيه شو علي؟ وجب وجب، قل له وجب. مباركة مباركة؟ إيه عمي أبو نجيب مباركة. وفيها شي يا عمي ديبو؟ يعني ولا عالناشة ما فيها لحظة إصبع يعني؟ شو عمي أبو نجيب؟ معقول عالناشة؟ في مدلوقة وفي كنافة واللي منه رح تاكل أصابعك أكل. أفخي لازم نروح سيد راسي، لازم نروح. شو الحكي؟ واجب، شو الحكي؟ لازم نعمل واجب ولو يا ديبو. لك الله يصلحك لك ديبو، ليش قلت له من هلا؟ شو تفضلتوا سيد راسي؟ شوف كيف ريالته عم تشط من هلا. ايه تشط سيدي، شو دخلك انت؟ نحن عم ناكل على حسابها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الله يبشرك بالخير إلهي، لك الله يعطيك ليشمك ديبو، الله لا يحرمنا منك. إن شاء الله معك بإذن الله. لك أهلين وسهلين. يا الله شو بصفوان، طمني. والله الزلمة تعبان وما بينترك لحاله. لك لا شو اتركه لحاله، أنا لحضر عنده. لك روح الله يجزيك الخير، والله ما في منك أبو محمد. روح ربي يوفقك. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة. يا الله الله معك بصفوان. كتر خيرك يا محمد، الله يعطيك ألف عافية. والله يا الدنيا على مكافاتها. قوم قوم روح أخي، قوم روح على شغلك. خلص أنا صرت أحسن، قوم روح. خلصنا برضا، أنت ما عليك مني. أنا حابب ضل عند المنك هون. يلا تجلس خلينا نتغدى سوا. إم محمد بعدت لك معي غدا، قوم قوم. الله مالي نفس لأكل ولا أشرب، الله وكيلك. الله يجبرك كتر خيرك وعلى شيء. عفيني عفيني، الله يوفقك. لا يا أبو رضا، شو يعني شفتي بتسد النفس؟ الله يسامحك يا أبو محمد، والله مو قصدي. لا والله لك بعرف بعرف، عم امزح معك. يلا يلا عمرا وبيانة البندورة للمونة يا بصل. الله حيوك يا سيد. ميت أهلين بفخري. شو جار؟ اعتمدت الروح نشق على أبو رضا، لأن أبو صفوان عم يدي إنه الزلمة تعبان كتير. إيه والله واجب واجب، بس شوفت عينك يعني الولد اللي عندي ما إجا اليوم، ما في حدا يقعد غيري بالمحل. بعدين الدنيا شوف، ما بقدر أترك اللحمة لبكرة بتخم. إيه لك أمر روح أنا وأبو ياسين. إيه لك لعيونك، وهي مجهز حالي أنا. دير بالك ياسين الله يرضى عليك، رايح شق على عمك أبو رضا وراجع بسرعة. وينك؟ تكي تكي، خذوا له قطعة اللحمة معكم الله يخليكم. بس عجل لك شوي لأني بدي لحق اجتماع الأدوات، من بعد ما أرجع من عند أبو رضا. إيه خلص تكي وحدي طبعاً. يعني حالته صعبة؟ يعني بده يكون يا أما أخذ برد بهالليل، يا أما أكله أكله بمواتيته، بس الحقيقة ما بينترك لحاله أبداً. ها ليش أبو محمد مو عنده؟ أعوذ بالله، ولا عم يتركه دقيقة واحدة. الله وكيلك تارك بيته وعياله قاعد جنبه، رجال صغرته بيعجبه. ايه والله ابو محمد ما في منه، بس قلتك بيطيب لبكره. والله العلم عند الله. يعني هو عم ياخذ ادويته سيد راسي؟ يعني لسه كتير في وقت لقد المغرب؟ مو مطول ابو نجيب، مو مطول. شو بالظاهر ابو نجيب صايم يعني اليوم؟ لا مو صايم. لكن شو قصته؟ بده يصلي بالجامع؟ ما حذرت والله يا ابو صفوان، لا هي ولا هي. شو القصه لك؟ قصته كبيره كتير. صاحبك عم يستنى القطايف والكنافه عند ابو عبدو. هاي ما خطرت ببالي منوب. بس ابو نجيب ما بتروح عن باله هيك سلتات. سيد راسي يعني قديش في وقت بين صلاه المغرب وصلاه العشاء؟ شو حكينا سيد راسي؟
ليكونوا عم ننكت وما لنا مشتلينا. شو بك هون عم يصلح الصلاة؟ شو بك هون؟ حقك ابو نجيب حقك الصلاة. ما قلت لك شو علينا فيه.